السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. النهاردة عايز أكلمكم في موضوع مهم جدا، نركز بس في البيض ده. البيضة هو نقر، الزغاليل نقرة، دول 3 بيضات اللي انا لقيتهم دلوقتي نقرين، هنوري لحضرتك ازاي. اهو شوف، لو قربنا اهو ثقب في البيض اهو، شوف ازاي، اتمنى يكون واضح. ودول برضو بس ايه، هي لسه ما خرمتش البيضة اهو، الثقب ده الكسرة القشرة، ما في كسر يعني، الزغاليل دي المفروض انها تخرج. انا مش هقشر البيض ولا حاجة، زي ما في ناس بتعمل كده اهو، في ناس يقول لك ايه كبس ال، هو صح بيخاف على الزغلول، يقول لك كبس الزغلول في البيضة او كبس البيضة، أو سموها زي ما يسموها. انا اقول لحضرتك على طريقة انا بعملها، كنت عملتها مع بيض السمان في الفقاسة اثناء الفقس، اللي شاف فيديو رش البيض، كنت نرش البيض يخرج على طول كتكوت وقت الفقس في الفقاسة. طبعا فقست السمان، لما عملت السمان كان بيض السمان بيقعد 18 يوم، فانا رشينا ال3 ايام الاخاره 16 و17 و18 لغايه الفأس. احط لحضرتك فيديو الفأس بيض السمان في علامه الوصف تحت في صندوق الوصف، هنشوف مع بعض انا بعمل ازاي. ادي البيضه اهو، دي الطريقه اللي انا بعملها، دي حنفيه الميه مفتوحه رغم احنا في الشتاء، حد هيقول لي المايه سقعانه وهيبوظ البيضه، والله انا بعمل كده والحمد لله الزغاليل طلعت، وهوريكم كمان الزغاليل اللي طلعت وانا كنت عاملها كده. نخلي الثقب البيضه او الناحيه اللي فيها النقر دي لتحت، يعني مش تحت المايه كده على طول، اخليها لتحت كده اهو، ايدي اهي كده بس خلاص اهو، شلتها تمام، بلت هرجعها تحت الامهات، اعمل ال3 بيضات كده بنفس الطريقه اهو، اشوف كده اهو تحت الثقب تحت اهو، هو دلوقتي فوق اهو، خليه لتحت، خلي الثقب تحت اهو بس خلاص، ما تحطهاش تحت الماء كتير عشان الماء ما تخشش جوه. شوف الثالثه، البيضه الثالثه اهي، حاول نشوف، او ترشها ببخاخه، ولو رشيتها بماء دافيه مفيش مشكله، لكن انا عشان مش معايا ماء دافيه، لو بخاخه وحطيت فيها شويه ماء دافيه يكون افضل، لكن انا ايه مش معايا ميه دافيه فانا بعمل كده. والله طلع عند البيض، هوريكم الزغاليل اللي اتفقست بنفس الطريقه. طيب نرجع البيض ده للامهات قبل ما يبرد بس، علشان ايه اوري لحضرتك اهو، وعين البيض وارجع لكم. شوف يا سيدي، ادي دي زغاليل انا كنت رشش البيض بتاعها اثناء الفأس اهو، الحمد لله طلعت اهو، دي رشات البيض بتاعهم اثناء الفأس، وفي كمان اهو ده لسه اهو، ده كمان انا رشيته. هنشوف حاجه كمان، ده كمان انا كنت رشه قبل كده، ودول اكبر، الزغلول ده كمان انا كنت رشه. انا يا جماعه ما بقولكوش حاجه الا اذا كنت مجربها، انا والله عملت كده. نشوف كده، انا كنت رش البيض ده امبارح اهو، ان شاء الله طلع ده قشر اهو، والله يا جماعه انا رشه بالميه زي ما وريت حضراتكم امبارح اهو، البيض اهو ما شاء الله القشر اهو، زغلولتين اهو، هي طبعا بتعضني مش عايزين دي، ودول كمان اهم كنت رششهم ما شاء الله طلعوا تمام، ده تجنبا لموضوع كبس الزغلول داخل البيض اهو.
وربنا يبارك يا رب وما يخسر حد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.